سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا، كل يوم عم نسمع عن نشاطات وفعاليات جديدة عم تخلينا نآمن أكتر وأكتر إنه السوريين لبعض. الفريق اللي رح نحكي عنه اليوم من مدينة السويدة، وهن الفريق بيتي أنا بيتك التطوعي. فريق بيتي أنا بيتك هو فريق تطوعي غير حكومي، غير ربحي، غير سياسي ومستقل. بينطلق بالمبادرات والفعاليات اللي بينظمها من شعار مجتمع مواطني وعدالة وسلام، بهدف الوصول لمجتمع سوري فاعل بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجتمع منفتح متفاعل مع الفضاء المعرفي العالمي ومساهم بالمنجز الحضاري الإنساني بظل دولة وطنية ديمقراطية حديثة. القيم اللي بيآمن فيها الفريق هي التمكين، الاحترام، اللاعنف، الشفافية، قيادة المجتمع، الشراكة والمساواة. انطلاقا من كل هذا بيقدم الفريق دعم تعليمي للأطفال، دمج مجتمعي، مساعدات غذائية ودوائية ومستلزمات أطفال، منع لطلاب الجامعات، تغطية عمليات جراحية، تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. من الحملات اللي نظمها فريق بيتي أنا بيتك حملة رجعت الشتوية ضلك فكر فيي، ومن خلال هالحملة وزعوا خلال الشتاء الماضي معونة للأسر المحتاجة من ملابس، مازوت، قرطاسية، وتضمنت الحملة كمان توعية ضد التحطيب الجائر. ومن أهم مشاريع الفريق برنامج منح لطلاب الجامعات، وهو برنامج دائم بيتأمن من خلاله منح دراسية للطلاب المحتاجين بمحافظة السويدة. وكمان من الفعاليات الدائمة فعالية توعية المرأة يلي بتتضمن عرض أفلام ونشاطات حوارية مع النساء الغير مهتمات بالشأن العام. ومثل كتير من المنظمات بيشتغل كمان الفريق على توزيع مساعدات غذائية ودوائية ومستلزمات أطفال. هذا البرنامج كمان دائم، والمستفيدين منه هن الأسر المحتاجة بمدينة شهبة وريفة من وافدين ومحليين حسب المنح. هاي مو كل الفعاليات والمبادرات اللي بقوم فيها الفريق، في غيرها كمان. فإذا مهتمين تعرفوا عن الفريق أكتر وبرامجه ونشاطاته، فيكن تزوروا صفحتهم على الفيسبوك اللي بتحمل اسم بيتي أنا بيتك منظمة عمل مدني. بيتي أنا بيتك هن النموذج السوريين يلي لبعض، يلي شايلين هم أهلهم السوريين وعم يعملوا كل جهدهم للوصول لمجتمع سوري فاعل، مجتمع مواطني وعدالة وسلام. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.